حارق التي يمارسها العدو الإسرائيلي في قطاع غزة. حقيقة يعني والله أنا لم أستطع أن أشاهد هذه الصور، صور الأطفال هؤلاء اللي تعتبرهم دولة الاحتلال وأمريكا بتعتبرهم إرهابيين. يعني شفنا الصور بعد المجزرة اللي هي مستشفى المعمداني في قطاع غزة، مستشفى المعمداني أكثر من 500، الشهداء أكثر من 1000 حقيقة. بس المشكلة ما فيش عد حقيقي أيا كان. هذه محرقة، هذه حقيقة يعني تطهير عنصري، هذه إبادة، حرب إبادة ضد الفلسطينيين، وبيرتكبها بنيامين نتنياهو، بيرتكبها جيشه، وبترتكبها أيضا الجيوش العربية الصامتة. فالصمت هو ارتكاب، وأيضا فصائل المقاومة الأخرى، من يصمت على هذه المجازر هو متواطئ مع دولة الاحتلال، هو متواطئ مع الجزارين الذين يعني يتغولون في قتل الفلسطينيين وقتل الأطفال. ما بدهم فلسطيني أبدا. يعني لما بيحكي بن غفير وغيره أنه العربي الجيد هو العربي الميت، ها هم يطبقون هذه الاستراتيجية ضد العرب. أنا والله يعني حقيقة بتقدم بالشكر، شكر للشعوب العربية، شعوب العربية دون استثناء، هؤلاء الذين نزلوا إلى الشوارع غضبا، غضبا مش بس من الجزار الإسرائيلي اللي ارتكب مجزرة المستشفى الأهلي في قطاع غزة المعمداني، لا، غضبا ضد الحكومات وضد هاي الجيوش اللي أنفقوا عليها مئات المليارات من الدولارات تسليحا وتدريبا. هذه المأساة يعني والله من أول لحظة من الأنباء، وصول أنباء اللي هي المجزرة في المستشفى، نزلت الشعوب إلى الشوارع، نزلت في الأردن، نزلت في تونس، نزلت في الجزائر، نزلت في اليمن، نزلت في باكستان، نزلت في تركيا، نزلت في لبنان، في كل مكان، في موريتانيا، يعني حقيقة في المغرب، يعني أنا لا أميز، في كل العواصم العربية كانت هناك مظاهرات مشرفة، مظاهرات احتجاج، مظاهرات تضامن، الناس تبكي، تبكي وهي على وهي تمشي في المسيرات. هذا هو الشعب العربي الحقيقي. هؤلاء الزعماء لا يمثلوا الشعب العربي على الإطلاق، وهذه الجيوش لا تمثل الشعب العربي حقيقة، ولا تمثل القضايا العربية، ولا تمثل حتى الدين الإسلامي. لما بسكتوا على هذه المجازر، هؤلاء يرتكبوا إثما خطيرا جدا، يرتكبوا خطيئة كبرى في حق أمتهم، في حق تاريخهم، في حق عقيدتهم. هذه يعني أمر غير عادي. يعني تخيلوا كولومبيا اللي بتبعد عنا، 10,000 ميل، كولومبيا اللي ليست مسلمة وليست يعني عربية، ورغم ذلك هاي كولومبيا بتطرد السفير الإسرائيلي وتتعاطف مع أهل قطاع غزة وتقول ليس لك مكان بيننا، بينما 8 دول عربية عاملة تطبيع مع إسرائيل قديما وحديثا، ولا دولة عربية طردت سفير، ولا دولة عربية سكرت سفارة، ولا دولة عربية تجرأت إنها تستدعي السفير لوزارة الخارجية وتوبخه. أبدا لم يحصل على الإطلاق كلهم. يعني تعين سلام إبراهام واللي هو كامب ديفيد ووادي عربة، وكله لم يطردوا سفير واحد حقيقة. هذه هي حتى يعني الرئيس الفلسطيني محمود عباس اللي بيقول لك والله أنا الممثل الشرعي الوحيد للشعب الفلسطيني، إيش عملت للشعب الفلسطيني؟ أعلنت إلغاء اتفاقيات أوسلو، أعلنت إلغاء أو سحب اعترافك بهذه الدولة المجرمة التي تمارس المذابح ضد شعبك، حليت التنسيق الأمني، أنت بتروح للأمم المتحدة تقول احمونا، تعالوا احمونا. طيب أنت عندك 60,000، 60,000 من قوات الأمن، ليش ما تأمرهم وليش ما تعطيهم الضوء الأخضر يروحوا يدافعوا عن الشعب الفلسطيني؟ ليش؟ ليش ما تعمل هيك؟ فهذه المشكلة الأساسية. فكولومبيا بتطرد السفير الإسرائيلي، وإحنا عندنا بحشكوا بالسفراء الإسرائيليين. طب هذه مأساة بكل معنى الكلمة،
حقيقة يعني تفرجوا على التلفزيونات بس بيشوفوا الأطفال القتلى الشهداء، بس هي شغلتهم، بيجروا من محطة لمحطة. طب وبعدين يعني، وبعدين ايش اللي بصير بعد هيك؟ هذول مجرمين يعني حقيقة. انه هاي مجزرة المستشفى المعمداني في غزة، هاي يعني دليل على انه فعلا ما قالت في ميرال اكشنار زعيمة الحزب الجديد التركي عندما قالت نتنياهو هو هتلر القرن ال21 حقيقة، لان هذه مذبحة. ليش احنا شمعنا يعني لا يلفظوا كلمة الهولوكوست عنها، لا يقولوا انه هذه مجزرة. لا، هذه مجزرة، احنا أدنا الهولوكوست واحنا أدنا المحارق، لكن لما بتيجي على محارقنا ما حدا بيحكي على الإطلاق. بدها وبقول لك الغرب، هذا الغرب المنافق، هذا الغرب العدو، هذا مسؤول عن هذه المجازر. بايدن بيتحمل المسؤولية الكبرى ويجب أن يحاكم كمجرم حرب، يجب أن يحاكم كمجرم حرب، لأنه القنابل اللي جابها معاه واللي أرسلها لدولة الاحتلال الإسرائيلي هي اللي استخدمت في قصف قطاع غزة، هذه حديثة جدا، فجابها معاه وهذه هي النتيجة. كل من يقدم رصاصة لهؤلاء الذين يرتكبوا المحارق والتطهير العرقي يجب أن يقدموا للمحكمات الجناية الدولية كمجرمي حرب، ويجب أن يحاسبوا وأن يحاكموا. وبعدين هاي قصة التحقيق، فلسطيني بده يضرب نفسهم الفلسطيني، يعني هاي مستشفى، الناس لجأوا للمستشفيات. بايدن بقول لك انه لازم التمسك واحترام قوانين الحروب. قوانين الحروب؟ طب بروح قوانين الحروب بتقول تقصف مستشفى، وانك انت وهي المستشفى المعمداني وغيرها في الشفا طلبوا منهم اخلاء المستشفى، وين يودوا المرضى؟ هل في انسان على وجه الخليقه يطالب باخلاء مستشفى عشان يقصفوه بعدين؟ يعني هالناس، طب الناس بتروح للمستشفيات وبتروح للمدارس وبتحتمي فيها احتراما لقوانين الحرب، يعتقدوا انه هاي قوانين الحرب يعني تحميهم، ورغم ذلك طبقوا قصفوهم وقتلوهم. يعني اسرائيل اعترفت، المتحدث الرسمي باسم الجيش الاسرائيلي قال احنا اطلقنا صاروخ على اللي هو مرآب في مستشفى المعمداني، يعني لانه في هناك قاعدة للفدائيين فيها، ثم مسحوا هاي غريبة. طيب احنا مش محتاجين تحقيق، ليش التحقيق؟ انه والله لا لازم نحقق، كيف تحققوا؟ يعني السوناك تاع بريطانيا بقول لك احنا لازم نحقق ونشوف الأدلة. طب انتوا عمركم حققتم في مجزرة قانا؟ لما لجأوا الأشقاء اللبنانيين لمقر الأمم المتحدة وقصفتوهم وحرقتوهم، انتوا عمركم حققتم في المجازر اللي ارتكبتها اسرائيل ضد في قطاع غزة ولا في جنين ولا في غيرها؟ انتم منافقين، انتم متواطئين، هذا غرب متواطئ بالكامل مع دولة الاحتلال الاسرائيلي. يعني طب في دليل، في اكبر دليل من انه اسحاق هيرزوغ اللي هو رئيس اسرائيل، اعلى شخصيه في اعلى رتبه في البلد، لما بيقول انه والله لا يوجد شيء اسمه مدنيين ابرياء في غزه، لا بقول لا يوجد مدنيين ابرياء في غزه. طب هذه دعوه للاباده، هذه دعوه للمحرقه، هذا بدعو جيشه انه تفضلوا اذبحوهم، هذول فيش ابرياء. معقولة كم أطفال هذا اللي مش أبرياء؟ يعني بأي منطق بيحكوا بهذا الشكل؟ هذا ضوء أخضر، هذه توجيهات ارتكبوا المجازر ولسه بدهم يحققوا، لسه بقول لك احنا بدنا نحقق. أي تحقيق هذا؟ يعني ما بدناش إياكم ولا بدنا تحقيقاتكم ولا نتائج تحقيقاتكم، أنتم مجرمون حقيقة، لن نغفر لكم ولن ننسى هذا الموقف على الإطلاق. يعني مسألة واضحة جداً، يعني احنا يجب ان يعني نقف وقفة رجل واحد ضد هذا العدوان. يعني احنا في الامة كلها تبات، ممنوع يفتح معبر رفح لاخراج الاجانب، ممنوع منعا باتا، لانه لازم تدخل المساعدات غصبا عنهم، ويجب على مصر ان تفتح المعبر للمساعدات حتى لو حصلت مواجهة. هذا قطاع غزة ليس ارضا اسرائيلية، هذا الشعب الفلسطيني ليس شعبا اسرائيليا، يجب ان تقف مصر مع هؤلاء. وشكرا لها انها منعت التهجير، لكن هذا لا يكفي، لا، مصر عليها دور، عليها واجب،
عليها التزامات أخلاقية تجاه الشعب الفلسطيني. ف يعني حقيقة إنه أنا قلبي يعني مليء، آسف إن ذا كنت عاطفي أكثر عاطفية، لكن الموقف يعني مؤلم جدا، مؤلم جدا. هذه وصمة عار في وجه الجنوب، كل الجيوش العربية، هذه وصمة عار لكل الزعماء العرب، هذه وصمة عار لكل من يؤيد أمريكا ويؤيد الغرب. لا نريد هذا الغرب على الإطلاق، هذا غرب فاجر فاجر، هذا غرب استعماري، والذين يتسترون على هذه المحارق الفلسطينية أو المحارق الإسرائيلية التي ترتكب في حق الفلسطينيين، هؤلاء يجب أن يحاكموا. هذا الحجيج للزعماء الأجانب على دولة الاحتلال وعلى المنطقة، هذا دليل على انهيار دولة الاحتلال. البداية النهاية بدأت لهذا الكيان العنصري المجرم الذي يقتل شعبنا. احنا الأيام القادمة بإذن الله ستكون مختلفة كليا. الأمة الآن في حالة صحوة، ومثلما حدثت الانقلابات في إفريقيا وطردوا المستعمرين الفرنسيين والبريطانيين والأمريكان، ستتحرك الجيوش وستتحرك الشعوب وتسقط كل زعيم عربي لا يؤدي واجبه ولا يتصدى لهذه المحارق وهذه سياسات التطهير العرقي والممارسات الإسرائيلية. شكرا.